قراءتك للإمارات في عهد خليفة في هذا الفقد الكبير وفي المرحلة المقبلة؟ الشيخ خليفة بن زايد أتى في فترة ما بعد تكوين دولة الاتحاد الإماراتي من عدة إمارات التي هي جهود قادها الشيخ زايد رحمه الله مع الشيخ مكتوم بن راشد، راشد بن مكتوم. ولكن لم تمتد أيام الشيخ زايد للقيام بهذا المشروع النهضوي الكبير الذي كان قد تبناه، فأكمله الشيخ خليفة. لذلك يكاد يكون هو في المرحلة الوسطى الذي ما بعد المؤسس. أنا أعتقد أن ما قام به الشيخ خليفة هو أن أول حاجة حافظ على الجهود التي كان يتبناها والده ولكنها لم تر النور في عهده، وأكمل هذه المشروعات حتى صارت الإمارات وإمارة أبو ظبي تحديدا إمارة لها سمعة عالمية في مجال الأعمال وفي مجال المواني وفي مجال اللوجستيات وفي مجال النمو الحضاري والاختراعات العلمية واستزراع الصحراء وغيره من مشروعات جعلت من الإمارات ملاذا آمنا للرأسماليات العالمية والأعمال العالمية كمقرات. هذه الجهود تحسب لفترة الشيخ خليفة، أنه قد استلم زمام الأمور من والده المرحوم الشيخ زايد وسار بها لإكمال الإمارات التي نراها الآن. نعم رحمه